من اخبار المنتخب نروح بقى لاخبار نادي الزمالك. استقر البرتغالي طبعا فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك على انتظام الصفقات الجديده واللي هيتم الاعلان عنها الفتره الحاليه لتدريبات الزمالك عقب الانتهاء من الاجازه اللي حصل عليها اللاعبين الاساسيين عقب التتويج بلقب الدوري الممتاز الموسم الثاني على التوالي. واعلن الزمالك حتى الوقت الحالي ضم 3 صفقات بشكل رسمي، وهم السنغالي ابراهيم ناداي لاعب لوزن السويسري ووادي دجلة السابق، والمغربي زكريا الوردي لاعب وسط الرجاء المغربي السابق، واحمد ايمن منصور مدافع بيراميد في صفقة انتقال حر. وفي نفس الاطار استعاد نادي الزمالك لمباراة ايستر كامباني خاض فيها يوسف اسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ومحمد حسام بيسو ومحمد طارق لاعبي الفريق تدريبات تأهيلية واستشفائية خلال مران أمس السبت، واللي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وأدى الرباعي تدريبات تأهيلية داخل الملعب تحت إشراف أندريه فليب سويزا مخطط الأحمال، وبعدها استكمل الرباعي التدريبات الاستشفائية داخل صالة الجيمنيزيوم بالنادي. وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا عدم مشاركة الرباعي في التدريبات الجماعية مع زملائهم خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل مشاركتهم في اللقاء المصري بالأمس. كمان عقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل تدريب أمس السبت بمقر النادي في حضور الجهاز المعاون استعدادا لمواجهة إيستر كامباني المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، وحرص المدير الفني على توجيه رسالة قوية للاعبين الشباب المتواجدين في التدريبات في ظل حصول مجموعة اللاعبين الأساسيين على راحة سلبية. وطلب فيريرا اللاعبين الشباب بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد عندهم وإثبات أنفسهم في المباريات المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. وأكد كمان المدير الفني على اللاعبين أن ثقة أفراد الجهاز الفني في قدرتهم. وفي نهاية الجلسة شدد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على أنهم ينتظرون منهم تقديم أفضل ما لديهم في لقاء إيستر كامباني المقبل. امبارح كمان فيريرا عمل جلسه مع طارق علاء لاعب وسط الفريق مواليد 2003 خلال التدريبات الواجهه بعد تدريبات الامس، بعض التعليمات قالها له والنصائح كمان واداله رساله تحفيزيه. فيريرا طلب من طارق كمان في البدايه بالتركيز وما يركزش طبعا في الموقف اللي حصل في الماتش اللي فات وطرده خلال احداث اللقاء، وقال كمان ان الفتره اللي جايه يكون حريص ما يكررش الخطا ده تاني، وكمان أكد له أنه هيثق فيه وفي كل مجموعة الشباب ولازم دايما يشتغلوا عشان لسه قدامهم مستقبل كبير مع النادي الفترة اللي جاية. وكمان أكد طارق للمدير الفني أنه بيعتذر عن الخطأ اللي حصل منه وبيوعد الجهاز الفني أن الأمر ده مش هيتكرر مرة تانية في المستقبل.